البيت والجامعة والمجتمع. ياو وخيلنا من نكش حيث الوجع ومن دعا للمحبة والوراء. لا ليلة دان ليلة دان بكري هو بكري ما هلوش طير تعال جلسني أنت ما هلوش يا أستاذ عامر أنا بوصلك أنا بجلسك أنا بقعدك تفضل يا سيدي الله تفضل تفضل الله تفضل نيني بتحرجني يا أستاذ بكلماتك المنبثقة من حرارة معليش معليش يا أستاذ تفضلوا هان 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 على يمين أيوة اجلس 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 على كلمة غير يمين مصدق اجلس افتهن افتهن مالك شيء الحمد لله حياكم الله نع 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 اليوم عامر خاء منو هذا؟ عامر ايش؟ عامر خاء عامر خاء شوف من خان هذا ما اجل قصتك اسمه ايوه الستايل الجديد ما شاء الله منين هذا كله؟ ايش فيك ابو بكري بكري قد زعزعه على اليوتيوب اليوتيوب يا حبيبي ساكن يزرع لي في تركيا بسرقة في كده ها من اليوتيوب بدي زلاط هكذا عامر كان خان خان عامر كان زمان عاد الريال هذا الحين كده انا انت بنت بالشاهد اهو بس بسر جلس جلس ها كيف كيف الاسم ها جاء من الاخر لك ما رايح يا عامر والله ان انت اليوم يا اخي لا ما قدرتش اعبر من الله الله اسمعني شوف علي حنش علي حنش قد صدر صح علي اقول لك انت علي حنش قد هذا صورة نفسه أجمل الاحترام والضحك والابتسام محبوب يعقل الكلام ورجوك تبوك اللثام مش عب وراه حرام احنا بنرفعك عامر خان وتجعلي عند علي حنش على خلينا محلي بس بلدي هندية تسوق أنا هندية مجنونة اسمعني ها دشتي دجرع ما عاد ما عاد معي شوية معي لك فكرة ها ايش رايك ادي لك فكرة ونفتح لك قناة يوتيوب هيا سمعت يا جاي ايش رايك في الفكرة والله اني فكرة ضخمة توكل فلوس بعد نرجع نتفق انا وانت على كل شيء ما بيش كل آخر وانا اكون اجف على كل من حقان علي حنش فعمي فادني بالغنجر الحد ما ندي رجم انا يا استاذ لماذا؟ رجمت الكتاب حق لنكون صريحين حق داود العربي هذا المفروض كان ترجمه من زمان من زمان يا أستاذ تأخرت وأنا قد قلت هكذا بيني وبينك أيوة تقرمت هذا الكتب لأن الذي ألف هذا الكتاب متصهين بأقوى قوتي أنا عارف وداري بهذا الكلام بس؟ بس بيني وبينك أنا مش مقتنع ولا بعبارة من العبارة بالكتاب ولا بفصل من الفصول بس بيني وبينك يا أستاذ وسائل التواصل الاجتماعي وحساباتي حقي خفت رقدت وحبينا نعمل لها تنشيط وعدد لايكات ومعجبين من هذا الكلام تنشط حساباتك وتديها ودنت ما أنا عملت بنظرية خالف تعرف والله إنك استندت على نظرية الهاوي هذا عددك في داهية السلام عليكم أهلاً السلام يا بكري بارك لحمزة يا بكري يا بكري بارك لحمزة الله يبارك مبروك يا حمزة على ايش الله يبارك فيك عقد لا عقل ايش كنت مجنون هو عقل الاول على ايش ابارك له رجم الكتاب حق داود العربري لنكون صريحي لنكون فضيحين ما قدر رجمتش من المرة الاولى ما قطعش الحلقة هذيك ما ذلونا قد رجمناه وخلاص قد رميناه رميته خلاص مش مقتنع بالافكار اللي داخله مش مقتنع انا يا سلام وانا بهذا المناسبة يا استاذ عامر معي لكم حلقة متصهرين جداد نرجمهم للبحر يلا نفعلهم حلقة يا سلام عليكم يا سلام على المتصهرين بروح أتابعكم عبر اليوتيوب ليش؟ علشان نزيد لكم عدد المشاهدين والمشاهدات المعجبين والمعجبات المعلقين والمعلقات عليك من ربي السلام عليكم وعليكم السلامات خرجات خرجات يا سلام عليها ما عاد دخلات الله أعلمت هيا نبدأ الحلقات حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا في حلقه جديده اليوم شكلنا غريب صح اول شيء نحب نشكر المشتركين القدام الذي بفضلهم بفضل العائدات والارباح بزينا الاستاذ عامر وفعلنا له في تركيا زراعه شعر ايش رايك بالزراعه يا استاذ عامر ايش كلمه زراعه ذري في
شلي ورا قرح. تفضل. اليوم على افتتاح حلقتنا قبل ما ندخل موضوع الحلقة نبدأ نسمع أغنية من الأستاذ عامر. لمن ديش تغني هيك؟ أنا عجبني لما تغني لي علي حنش. أبا أبا أبا. غني معي يا بكري يا ليلى يا عي يا عي قلبي فيها العاشق عاشق على أوراق الزين الزين من الليلة على رنين العود صعد مدينة والهند والمغرب مغرب ما فيش مليح يصحب يصحب لاقت شيء بيقلب انا الذي حبيت حبيت يجي لك للبيت للبيت بالعود وفيت وفيت واليوم قاعد استكفيت اكفيت خلاص بس يا سلام يا استاذ عامر انا افدي الصوت هذا اليوم معانا موضوع المتصهين العربي يا استاذ عامر ايش رايك نفعل لهم هزه تفضل خذ راحتك هزه بس هزه ايش هؤلاء ما يحتاجوش هزي يعني هزي عادي قصدك هؤلاء اشتوا هزة عرضية نفس ولا نعملهم نفس الهزة اللي هزتهم حماس هزتهم بدباباتهم بطائراتهم بإسرائيلهم بأمريكهم خلاص يعني حماس فعلت هزة إسرائيل وإحنا نفعل هزة المتصهين العرب ونشين أكد النظرية دي قلنا يا أستاذ عامر أنه في كل بيت باتروم يا سلام يا أستاذ عامر مش إلا زراعة شعر زراعة لغة أيوة زرعت لي إنجليزي كده فهم إنجليزي يعني أيوة أنا أجلز واحد الحين. يلا أجلز. إيش معنى أستاذ بالإنجليزي؟ This is Ted. غلط. This dude. غلط. ده بس تويت. هي نفسها بتغير غير النغمة غلط. هي بقلب الأستاذ وعج إنجليزي يقلبه وقرب من ده شيء. أستاذنا نساء. أستاذنا نساء. حياكم الله رجع لموضوعنا. موضوع المتصهين العرب. إحنا كان قد فعلنا حلقة بس ما قطعش طلعوا خيرات. إحنا كنا نقول في كل بيت باثروم لكن طلع بعض البيوت فيهن 5 باثرومات وغرفة. عكس تعال جامع ايش الجامع تشبه هذا المعدن قايلي بالجامع الحمام حق الجامع الحمام حق الجامع معقوله تعالوا نبدا بالحلقه اليوم معنا يا استاذ عامر المفترض انه يعني الدول العربيه خاصه الاسلاميه والعربيه هي اللي تكون اول من يدافع عن غزه واهلها والظلم اللي بيحصل لهم صح يا سلام يا سلام عليك هذا هو وفي الحقيقه اول مسؤوليه تطرح على المحامي والقانونيين أين من حامين القانونيين؟ صح هؤلاء دورهم قبل الحكام صح يترافعوا ويرفعوا قضية ويشوفوا الظلم والمنظمات صحيح يا أستاذ عامر أنا معك أي والله معانا واحد محامي يا أستاذ عامر أنا بدأ بالحلقة واحد محامي حامي على المقتولين وبارد على القاتل لا حول ولا قوة إلا بالله تعال أقرأ لك أشقال من تغريدة قال لمن سأل منظمة حماس هي منظمتين إرهابيتين والتعاطف معهما جريمة قانونية في السعودية وقال كمان ان ممثل الشعب الفلسطيني هو حكومه الرئيس محمود عباس ودعا في الاخير لغزه لكن بعد ايش سمعت يا استاذ عامر ما قال لك منظمه حماس هما منظمتين ارهابيتين يعني محامي بليد وراسب في النحو يعني منظمتين ارهابيتين ليش بدي شيء مرتين ساعه البيضه ابو زلالتين بصراحه يا استاذ عامر قرح قرح انا قرح ثبت وانا قرحنا قاعد تقرح الماسه ايوه يعني عندما كنا اشتي قرح انا اجي لاحقك صح لا انت ثبت انت لا ما انت يا اخي اتق الله حتى القرح ما تنفعش فيه انت ثبت وانا اقرح نسيت ان انت قد فعلت لي من هذا الحاجه ايوه انت بعد تركيب بعد قرح الضمان حق تركيا المحامي يا استاذ عامر هذا الحاله اها ماله قال لك ان الممثل الرئيسي والحصري والهذا انه محمود عباس وحكومته طيب يا اخي مال الدخل قد ما بيدافع عنه حماس وهذا لا خلاه يدافع عنه ولا دافع عنه ولا سكت اي أيوة والله خلينا نرجع يا عامر للمحامي هذا المحامي الحامي على المقتول والمفلت للقاتل تخيل يا بكري لو قدر الله هكذا ان شاء الله وقتلوك فيها ان شاء الله لا قدر الله لا قدر الله يعني وقتلوك وهذا المحامي جاي حامي عنك شوف يا عامر بالنسبه للموت كلنا عنموت قتل ولا بطريقه ثانيه اهم شيء به اند نهايه للحياه بس انه يجي هذا المحامي يترافع عني ما معنى انت ايوقع عندي عين هاي وذا معك شعر انجليزي قلنا انت صاحي انت عندي روحي ولا انت بنت عتبه اسمعني تخيل يعني عدم موت هكذا قتل ولا شيء بس انه المحامي هذا يجي يترافع عني ايوقع فيني جلطه وانا ميت تخيل يوصل عند المحامي هذا وبيدافع رافع عنه سيدي القاضي ان هذا القتل الممدد امامكم جنى على نفسه ونرجو من سيادتكم يا سيد القاضي تنفيذ حكم الإعدام عليه عامر كيف إعدام قد قتلوا ولو مرتين إعدامنا بالتراب يعني ما ينفع
ما ينفعش بدون مقتول بصير حكم على الناس. اذا خلاص نسمع به في تويتر. سامع فعل المحامي هذا؟ سامع فعل المحامي هذا يهاجم حماس ويفلت سراي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، نطلع فاصل ونرجع نواصل. ورحبوا على الحاصل على الفاصل. الساكت عن الحق شيطان اخر. يا سلام عليك يا استاذ عامر، الزراعه نفعت في الفكر حتى. ايش فيك ايش فيك انا هذا ذا. يا سلام، صح رسالك يا استاذ عامر. الله يصحح بدنك ويبيض وجهك ان شاء الله. يلا انت حيه فارك البيرق. لا الحين عاد كلبنا مقهشع ولا شاعر المليون. يلا تفضل تفضل. نواصل الموضوع. انا الساكت عن الحق شيطان اخرس كما قال الاستاذ عامر. لكن بعض الناس يا ريت انه وقع شيطان اخرس ولا زهمك عادوا فعل اشياء. اقرا لك تغريده يا استاذ عامر، اشرح لك يعني نموذج من هذا. خذ راحتك يا رجال البيت بيتك. الله المستعان. تعال شوف التغريده. مش شوف انا عاد اشوف وانت تسمع. لماذا حكومة حماس في غزة منذ بداية الحرب جميع مؤتمراتهم الصحفية بالمستشفيات فقط؟ أنا هذا مع عقل ولا ماش مع عقل؟ يا إحمال المؤتمرات هذه عن الجرحى والشهداء الذي استهدفهم أنتم الغارات الإسرائيلية، عملوها بالمستشفيات اللي يعملوها. يمكن معه رأي ثاني يا أستاذ عامر. إيش من رأي ثاني يا بكري؟ إيش من رأي ثاني؟ أسألك بالله تفاعل يعني إيش من رأي إيش؟ مثلاً ممكن وش يعني نبذل جثث نصنف عنهم في موسم الرياض هناك مؤتمر. يا سلام كيف حيقوا على المؤتمر في مصر الرياض؟ يا سلام بعدين ها جيت صفقة 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 هلا جدا هلا جدا هلمي 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 معنا مؤتمر عن غزة هكذا يقع في مصر الرياض. بس ما رأيك يا أستاذ عامر؟ وعادوا كاتب في صفحته كاتب وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. صحيح بالنسبة لي هذا الشخص ما يستحق العيش ولا في أي وطن. وبعدين بيني وبينك هذا لا يمثل الشعب السعودي ولا يمثل السعودية، هذا يمثل نفسه. أكيد يا أستاذ عامر. يمثل نفسه، وبعدين بصير لنا أكاذيب محترم، لا ننزلش على الناس، شوف لا بشيء مع التغريدة المحترمة أو شيء عن الاحترام والإسلام. علشان عيونك يا أستاذ عامر اللي ما تبسش بهن، علشان عيونك عن دور له تغريدة محترمة إن شاء الله نحصل، إحنا على ذي علينا. تفضل. قال لك: والله الذي شق البحر لموسى وشق القمر لمحمد وأجرى السحاب لسليمان يمين ألقى الله بها يوم القيامة. إن جماعة حماس جماعة خبيثة صنعتها إسرائيل. البالة ولا إله البالة. الله 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 والفلخة. من اليمين هذا؟ ما حد قد حلف بها هذا من مرة من مرة هذا. اخترعها هو. هذا اليمين حق حقوق. هذا طبعا لو تحلف بها يحذفوها لك من النت. قال لك اقسم شكل قمر ان حماس ما جماعة صنعت هذه حاجه ما تركبش العقل. هذه ما تركبش في الصندوق. ما تركبش في البودي ولا حتى مع الماشي. انا مع عقل هذا. لا مع عقل ما يحلف هكذا. والله خير خير يا بك يا خير. ما تفعل قاعده خير. على القاعده ولا ايش؟ ايش تحلف؟ تفضل احلف. والذي شكل القمر وانزل المطر مطر 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 بالنعمه همر السقف والثمر تهللي يا ارضنا السمراء واستقبلي هديه السماء واقسم بالله العظيم ان هذا متصهيني باقوى قوتي. قبل ما اعتمد اليمين حقك يا استاذ عامر خليني ازيد ادور له تغريده. تفضل. مدري يوقع محترم. خذ راحتك اخر فرصه له. نتمنى ذلك ان شاء الله. وصلت بالخير. تفضل. نغرد. قال: أكبر نكتة منذ بداية حرب غزة. خليل الحية من الفندق يقول: قادة حماس يجوعون كما يجوع الشعب ويعرون كما يعرى الشعب. عامر شكل كلامك صح، طلع متصهين. أنا حاسس حاسس أنا قلبي يحس بكل شيء بس كيف لا ما تأكدت؟ لا ما تأكدت يعني الثانية ومن حين ما غرد هذا المتصهين المعراد حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أعاد تغريدة هذا المصروع. أقرأ لك ما قال. يعني تفضل تفضل تفضل. أقرأ لك ما قال: شر البلية ما يضحك. خليل الحية: حماس بلا ذرة حياء يقول عكس ما يراه الناس. القادة في الفنادق وجرذانهم في الخنادق والشعب الغزي في العراء يسرقون منه الطعام والمساعدات فيما يأكلون ألذ الأطباق. مع كل هذا يقول أننا نجوع كما يجوع. غزة في جحيم وحماس في نعيم. هيا ما رأيك؟ يميني في طريقها اليهود أخوة، واحد يغرد واحد يؤيد. غير عيب احترم نفسك. أنا جالس محترم لك ودولا يا أخي احترم نفسك. عيب عيب خلاص وهانك هتخفعني أنا.
على ما قلت يا أسد عامر اللي هو دخل واحد يغرد واحد يردد. ايش الكلام هذا يعني؟ قمت غرد لك فين؟ خلاص في خارج الجد. خلاص يا أسد لا تفعل عقلك بعقل يا أسد عامر. يا رجل ما عليك يا أسد. خلاص انا اوري. خلي لا يقوم من عقل. خلاص يا أسد عامر لا بيجي انا اوري. خلاص هذا عجبك يا الله كفى عن تسعه. والله لو ما خلاص هاي ايوه. خلاص مشاهدينا الكرام نطلع فاصل لما يهدأ أسد عامر. نامش فاصل ونرجع نواصل هداء. لحظة يا فاصل ونواصل. رحبي يا جنازة طلال احنا على الهواء. ابو لوب على الهواء ولا على المدري شو؟ انا معي الا سؤال. شو اسأله وامشي لي؟ السؤال اللي غير الله مزلة. انا لله وانا اليه راجع. تفضل سيدي. اطلب الله بدل ما جالس على المدري. انا اقول هو سؤال واحد يمشي. شو رايكم بالضرب على اليمن من امريكا وبريطانيا؟ مليح. مبدئيا عجبني نص السؤال يمني نص لبناني. شو رايكم؟ بس بجاوبك على السؤال. احنا ضد اي انتهاك للسيادة اليمنية سواء من بريطانيا او امريكا او من اي دولة اخرى. نعم. بغض النظر عن الخلاف الحاصل بيننا احنا والحوثيين هذا اليوم، بس احنا ضد اي انتهاك للسيادة اليمنية. وانا ضد. تمام. وعمر ضد. فكرت شي ثاني؟ طابت نفسك؟ طابت اكيد. ماني بالي. وهكذا يمكنها ماني بالي لانه ما بيبالوا بشيء. والله لو نموت ولا نحيا ولا نقرح سوى ما يبالوا. لكن ما نعرف قد يدمره يدمرك. حياكم الله من جديد يا عامر. تفضل. تذكر قائمة المتصهينين العرب اللي تكلمنا عليها في الحلقة الأولى؟ أكيد. طلع بينهم واحد يمني. للأسف طلع معنا واحد ثاني ما انتبهنا للشمر الأولى. جين أنت؟ مو صدق. بطل المزح هذا. لا تمزحش في هذه الحاجات. ما هوش مزح. هذا معنا واحد يمني ثاني. أنا مزح بهالبلاط الآن. نمزح بهالبلاط. قل لي ايش قال. اول شيء اقول لك اسمه. هذا واحد اسمه منير الماوري عايش في امريكا. ابوه الماوري. ايش قال؟ تخيل. قال تعال نشوف التغريده ونسمعها. قال حماس تتحمل كل ما تقوم به اسرائيل. عقل هذا ولا انا مع الصفحه في تويتر. اما العقل مدري. ولا قد ما صفحة في تويتر يخبط لها هذا الدرجة. ما أدري ما بيش ضابط. ما بيش ضابطي في مواقع التواصل. ما بيش ضابطي. كبعد فعل بصفحة حقة يوم القيامة صفحة قد يا سلام يا سلام. لك حماس تحمل كل ما تقول إسرائيل. يعني شوف يا بكري. عاد الناس يخجلوا قليل. صح. عاد الناس يستحوا. يعني ما عبش ما وجه هذا ولا عم يستحي من الله ولا من خلقه ولا من رسوله ولا من الدين ولا من. إذا ما عبش عندك ضمير يا أخي اخجل قليل يا أخي من النا. صح. فليقول خيرا او ليصمت. يصمت صمته وراسه. هذا ما عرفش خير في عين الخير من وجه الماوري. ذكرني يا عامر. ذكرني هذا بالقصه. هذا اللي صطمك وانت مجنب فوق الرصيف. اي أيوة والله. نزل قلب فوق. هذا واحد صدم الاخ عامر ونزل قلب فوق البندق. انت عارف ما عندي فرامل. ذكرتني. هذا كل مره اقول بعدين قلت له والله ما لي علم يا اخي. انا خاضي في طريقي والدارين انا عماك كيف اجيب سر الفرامل هذا. انا ما بعرف سرش. بعدين بيقول لي صح ما زعلتوا انتوا يا رحتوا القسم هذا كريم. سيدنا القسم عندنا للتعهد انه ما يكمل عليها الفرامل واذا كمل احنا المسؤولين. صحيح. هذا ارواح ناس. ارواح ناس مالك. طيب يا جماعه انا عندي مداخله اذا سمحتم لي. ايش قصه مداخله اليوم؟ شويه ابو لغم شويه المثقف. ما يا استاذي انت والاستاذ الفاضل. تفضل. بعض التغريدات لبعض المتصهينين العرب لا تمثل الا انفسهم. صح. لا تمثل إلا الشخص نفسه أو بحد ذاته أو فئة قليلة محصورة جدا. لا تمثل عامية الناس. صح. ولا الشعوب العربية كلها. لماذا؟ لأن الشعوب العربية حية وضمائرها حية وتقف بكل حزم إلى جانب مظلومية الشعوب. والشعب اليمني منذ القدم وليس من اليوم يقف إلى جانب الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وليس القضية الفلسطينية فحسب، إنما كل قضايا حقوق الإنسان المشروعة. لذلك أتمنى ألا نعمم إطلاقا، فالتعميم في هذه الحالة خاطئ جدا. وكما قلت بأن الشعوب من المحيط إلى الخليج كل الشعوب العربية تقف مع الحق. الآن أنا سأترككم مع الباوري. نعم مع الباوري. خلصوا عليه. لا عاد منا كفينا يا أخ العرب. فلتذهب في رعاية الله. في رعاية الله وحفظه. ولا عاد تقدر أضف في هذا ولا عاد خليك تتحاكي. مثقف هذا ما شاء الله الحردة حقه طلقة.
يا استاذ عامر مو دقيقة هذا واحد دقيقة بس عامر دقيقة نرجع للماوري يا استاذ عامر معي سؤال يا استاذ عامر سؤال متواضع ممكن تجاوبني عليه تفضل انت حافظ سورة الفاتحة اكيد كبين اصلي يعني انت فاهم تفسير بعض الايات او تفسير ايات الفاتحة الحمد لله هذه حفظتها قبل ما اسمي ولله الحمد والشكر الحمد لله الماوري معه تفسير جديد لبعض الايات حق الفاتحة تعال اقرا لك ها هات يا ماوري هات مفسر كمان ها مفسر الماوري الله قال لك المغضوب عليهم حماس الضالين حركة الجهاد الإسلامي هاي يا ماوري هاي باقي لك شوي وانك بتقول آمي بني إسرائيل هذا تفسير الماوري تفسير الماوري أي شيء يعني كتب هذا مجلد اسمه تفسيرات الماوري تفسيرات فلخات الماوري ماوريات أنا شاف على شاف على كتاب تفسير ما وراء الماوري ما وراء الماوري يا أستاذ عامر أنا دخلت صفحة الماوري أدور له إذا به تغريدة محترمة كنت أقلب أخذ أوقف بالصدفة ما طلع له تغريدة شوعة تطلع تغريدة شوعة طلع الصفحة حق كل من هذا أقرأ لك تغريدة من الباقيات قال لك ما وجه الشبه بين أبو عبيدة والمنقبات واضح ما وجه الشبه الشبه واضح يا أستاذ من أول كان يجي الفارس الملثم يسموه صح عند العرب كان الفارس يجي ملثم هذا يجي يفصل المعركة الحال وما حد داري منه هذا الفارس الملثم يسموه وبعدين أبو عبيدة ما تلثم إلا ليكشف أمثالك من المتصهينين السلام عليك يا أستاذ عامر أما أنا بتعبر اليوم والشعر هذا يعني الحالة مشوى شعر والله هذا هو المشاعر يا أستاذ أنا أفدي مشاعرك الله يحفظك يا الله يحفظك يا أستاذ عامر أقول أنا بعد مع المراوري الماوري أنا دخلت صفحته كمان أنبش بسر إذا حساب إسرائيلي أعاد التغريدة حقه تخيل ما لقيت إيش خليها على الله طلع الماوري هذا صاحب أفي خاي أذرعي تفضل يا أستاذ منير باختصار وجه السؤال لا والله بحاول أختصر بس أوجه تحية لأفي خاي وللكابتن إلا تحية حارة لأنه أنا صراحة لا أجيد العبرية ولم أفهم وجهة النظر الإسرائيلية إلا منهما من هذين الاثنين ويعرضانها بحيادية وبشكل جيد فتحية لهما لأنه كان لابد أن نفهم وجهة النظر الإسرائيلية وتوصلنا نحن من يسمونا بالصهاينة العرب أن إسرائيل لها حق الوجود أنا فقط سؤالي السيد أدرعي لماذا تأخرت إسرائيل في القضاء على حماس وشكرا مستر أدرعي على هذه المجملات وهذه يعني هذه الكلمات النابعة من القلب رجل الكلب طلع شابك من العمومة وقال لك لماذا إسرائيل تأخرت القضاء على حماس حرام الماوري هذا مستعجل أكثر من إسرائيل أنت ركزت يا عامر آخر المساحة إيش قال في خايل الماوري؟ إيش قال؟ ما ذكر اسمه ما قد يذكر اسمه بس قال نشكر على هذه المجاملة والكلام النابع من القلب إلى القلب. أيوة هي وصل الكلمة كما هي نابعة من الكلب إلى الكلب ابن الكلب. مشاهدينا الكرام قبل ما نختم حلقة. باب 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 يوتيوب وحركات ها تستغلوا حق القهوة وزارعين زارعين. نحن يا زارعين العنب مضات بيعنا نحن بلا نابهم ربي والله والله هم على قلبي وهو علي رقطك نحن يا كلنا نزرع يا كلنا نصلع لحظة احنا نزرع وانتو حصدوا انا قد فعلت حساب انه عجيت هبشنا في هذا جريت شعر للاستاذ طلال يسرق القهوة حقنا نسمع تصفيق على أستاذ طلال طمنتني انتبه لا يضرب لبس ساعة عكس بس سابر خاطركم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل سر الجرس يطرح سر في أضعف خلق لا تنسوا تفعيل زر الجرس سلم على المشاهدين يا أستاذ عامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي من الكلب إلى الكلب في خاي أدري وفان الأقصى عز نصر تمكين وعد الحق من المولى للمؤمنين وفان الأقصى عز نصر تمكين
أفضل من فلسطين. احرم عليك اترك غزة والضفة وانسى جنين. لك أنت اترك فلسطين وإسرائيل تحذركم يا مسلمين وكل الدول الغربية معنا جايين. انت هو العالم خلفك يا بن صهيون ذقتوا أقسى هزيمة بأرض الزيتون. الملثم خلاكم عبرة للكون يا أعداء الأمة يا إرهابيين. نفذنا نحن في غزة آلاف الغارات. الله لا يرفقكم. وقصفنا كل الأحياء بالطيارات. معروفين مجرمين. ودمرنا هالمدارس مستشفيات وقتلنا منكم آلاف المدنيين. بسلاح العالم وجيوشه والأموال سافكتوا دام النساء مع الأطفال. ولو فيكم ذرات رجوله يا أنبال ما صفيتوا الطفل اللي عمره يومين. شعب الله المختار. انت يهودي ابن يهودي. اخنا افضل من كل الخلق الاطهار. يا ابن اليهودية. اخنا نقتل وندمر بلا انذار وحتى الجرحى نقتلهم والصحفيين. يا سفاحين انتوا احفاد القردة والخنازير. اي والله القرآن هيك وصفكم هيك يا حمير. حتى الروس القاتلتوهم يا حقير. أنتوا حرفتوا في التوراة وفي الدين. وفان الأقصى عفو نصر وتمكين بعد الحق من المولى للمؤمنين. وفان الأقصى عفو نصر وتمكين بعد الحق من المولى للمؤمنين. We're done.